احتفل ملايين المسيحيين حول العالم بأحد الشعانين بحسب التقويم الشرقي، وهو آخر أحد يسبق عيد الفصح. وقد أقيمت في كنائس المملكة العديد من القداديس الاحتفالية بهذا اليوم المقدس وسط أجواء من الفرحة والبهجة على وجوه المحتفلين. عدسة نورسات زارت عدداً من الكنائس الرسولية وأعدت التقرير التالي. باسم الأب والابن والروح القدس. مع عودة الكنائس الأردنية لاحتضان مؤمنيها، فقد احتفل المسيحيون في المملكة بعيد أحد الشعانين المقدس، معبرين عن فرحهم بالمشاركة بحضور القداديس الإلهية والصلوات الخشوعية في كنائسهم. وقد علت الفرحة وجوه المصلين وهم يلتقون مع كهنتهم وأصدقائهم بهذه المناسبة المباركة بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا التي عمت معظم مناطق العالم. فقد احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد أحد الشعانين خلال قداس احتفالي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحشد من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث المطران كريستوفورس عن أهمية هذا اليوم العظيم، متمنيا أن يحمل هذا العيد الثمار الروحية والنعم والبركات لجميع المؤمنين، مؤكدا أن الأسبوع العظيم المقدس فرصة للتصالح مع النفس ومع القريب. اليوم أحد الشعانين، اليوم دعونا نرافق يسوع بدخوله للمدينة المقدسة للقدس الحبيبة. اليوم يسوع جاي للقدس حتى يكابد الألام الخلاصية طوعا من أجلنا نحن، من أجل خلاصنا، مع إنه كثيرين حذروه حكوله ما تذهب للقدس لأنه هناك رح يهلكوك، هناك رح تقتل. ولكن يسوع هو الله، هو الإله المتجسد، هو الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، هو الإله اللي تنازل لبس طبيعتنا حتى نحن نتأله بالنعمة. يعني الإله صار إنسان حتى نحن نعود للمكان اللي فقدناها لما نفينا من الفردوس. يسوع اليوم ذاهب طوعا للألام الخلاصية، يعني هو مش رايح مجبر، ولا هو مش عارف لوين رايح، هو عارف شو رح يصير معه، إنه رح يكابد ألام الصليب ورح يموت على الصليب. وعشان هيك حكى لليهود اليوم إنه صوت السماء عمالكم بتسمعوه من فم الأطفال والرضع لما كان يصرخ وبيحكي أوشانا مبارك الآتي باسم الرب، لأنه هاي هي كانت النبوة من العهد القديم، إنه يسوع المسيح سيأتي، المسيح آتي ليفتدي الإنسان. وعلى ألحان جوقة الكنيسة وترنيمة يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين ونشيد هوشعنا بالأعالي، ووسط حضور حاشد من المؤمنين القادمين من كل مكان، أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بعمان قداس أحد الشعانين بحسب التقويم الشرقي. ترأسه كاهن الرعية الأب أنطون هريمات بمشاركة الأب الدكتور حنا الكلداني وعدد من الكهنة ومساعدة شمامسة الكنيسة وخدامها. وبعد الإنجيل والقراءات تلا الأب هريمات بعض التوصيات والتوجيهات الرعوية. لنصلي لأجل السلام في العالم أجمع،
لنصلي من أجل بلدنا الأردن، لنصلي لأجل سيد هذا البلد جلالة مليكنا عبد الله الثاني بن الحسين حماه الله، طالبين له منه تعالى موفور الصحة والسلامة، وطالبين منه أيضا منه تعالى أن يمنحه الحكمة السماوية ليقود دوما البلاد نحو المزيد من المحبة والأخوة والازدهار. إلى الرب نطلب. نصلي لأجل عائلاتنا، شبابنا، صبيانا، أولادنا، بناتنا. نصلي لأجل جميع الموجودين والغايبين. نطلب من رب المجد أن يمنحهم التوفيق والصحة. نصلي لأجل مرضانا، طالبين إلهم الشفاء. نصلي لأجل موتانا، طالبين لهم الراحة الأبدية. إلى الرب نطلب. وبدوره قدم الأب الدكتور حنا الكلداني عظة القداس، والتي وجه من خلالها المؤمنين الحاضرين بالصعود والارتقاء مع يسوع الذي صعد إلى المدينة المقدسة كي نصعد نحن أيضا نحو أورشليم الجديدة. وخاطب الأب كلداني كل مؤمن قائلا: المسيح يصعد إليك، إلى بيتك، إلى قلبك، إلى عائلتك، ساردا مقاربة كتابية غاية في الدقة تبين حاجة يسوع لأدوات الخلاص. قدم يسوع صاعدا إلى أورشليم ليدخل دخول الملوك، وهناك هتفوا له، فرشوا له الطرق، لوحوا له بأغصان الزيتون، ولكن فيما بعد الغالبية العظمى خانت، صلبت، نادت بصلبه وبتعذيبه: أما أنت أيها المسيحي فالمسيح يصعد إليك اليوم هنا في هذه الرعية كما صعد إلى أورشليم، يصعد إلى بيتك، يصعد إلى قلبك، يصعد إلى عائلتك. وعندما وصل إلى أورشليم قال المسيح للرسل أن يحضروا له جحشة، فقولا: السيد محتاج إليه. الطبيعة شاركت في هذا الأسبوع المقدس، حتى الحيوان، السيد محتاج إليه. فإذا كان محتاجا للجحش ليركب عليه، فهو بحاجتي أنا كمؤمن وإنسان عاقل حتى أصل إلى الخلاص، أصل إلى الرب يسوع، أصل إلى المحبة. في هذا اليوم افتح بابك للمسيح، افتح قلبك للمسيح، افتح أسرتك للمسيح. اقرأ الصلوات، اقرأ إنجيل الألام الذي تلي عليكم على نفسك وعلى أولادك. كن في بيتك كالرسول، كن في بيتك كالرسل المبشرين بخلاص العالم. بشر أولادك وبناتك بالخلاص الذي أتى بهم المسيح. حول هذا الأسبوع المقدس إلى كنيسة بيتية، بالصلاة، بالترنيم، بالحسنة، بإخراج الصدقة إلى الفقراء، بالصوم. اليوم وبعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا رجعنا لكنيسنا وعبينا كنيسنا وطلعنا بالدورة وإحنا مسكين أغصان الزيتون ومنرتل هوشعنا في الأعالي. مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. برجع بعيد عليكم ومن عيد على جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه. ومن عيد عليك نحكي لك يا جلالة سيدنا كل عام وانت بألف خير. بعد غياب من جائحة كورونا رجعنا اجتمعنا والتمينا كلنا بكنيسة واحدة، شعور كثير حلو، انبسطنا انه رجعنا اجتمعنا هيك كلنا مع بعض. وكل عام وانتم بخير، وبدي اوجه شكر للأجهزة الأمنية اللي سهرت معنا خلال فترة الأعياد، وشكرا للجميع. ورفع المحتفلون في الكنائس الأردنية أغصان الزيتون وسعف النخيل بعد قيامهم بدورات احتفالية ومسيرات حاشدة في الطرقات المحيطة بالكنائس وسط أجواء من الفرح والبهجة ترافقت مع عودة الاحتفالات الدينية إلى وضعها الطبيعي المعتاد
بعد نحو عامين من الإغلاقات بسبب الجائحة. كما تبادل المصلون التهاني بالعيد المقدس والتقطوا الصور التذكارية خاصة مع الأطفال المحتفلين بملابسهم الجميلة. وخلال احتفالات أحد الشعانين التي عمت الكنائس في وسط المملكة وشمالها وجنوبها، رفعت الأدعية بأن يعم السلام المنطقة والعالم، وأن تبقى القدس مدينة للسلام وملتقا للمحبة والإيمان، لأن على أرضها المقدسة عاش السيد المسيح تجربة 40 يوما قبل دخوله لأورشليم القدس، ومنها قام من بين الأموات وصعد بمجد إلى أعالي السماوات. وبهذه المناسبة المباركة يسر فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بمديرتها الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن تتقدم بخالص التهنئة وصادق التبريك إلى كافة المسيحيين في الأردن والعالم، راجين المولى القدير أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.